مولانا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني احنا كلنا من روح الله؟ لا، هنا المسيح قال فنفخنا فيه من روحنا، لكن آدم قال من روحي. آدم ربنا نفخ فيه بلا واسطة، سبحان الله. لكن عيسى ربنا نفخ فيه بواسطة جبريل، جبريل اللي نفخ. الله، شو دليلك؟ ما هي كلمة من روحنا دي بالاختصاص روحي، يعني مو إسرافيل. بالاختصاص لا، جبريل، جبريل أيدناه بروح القدس. جبريل عليهم السلام أيدناه بروح القدس. مرة قال فنفخنا فيها ومرة قال فنفخنا فيه، فيبقى المسيح من نفخة جبريل. ولذلك هنا مذكر والمؤنث زي ما قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، وقال وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فهما آيتان متداخلتان. فنفخنا فيه من روحنا من جبريل الأمين. نفخة زي البشر كذي؟ لا لا، الله أعلم. لا لو صح صحيح يهد البلاد كلها. الله هو هبدا انطاكيا كلها بصيحة، وثمود بصيحة، و جبريل ولا اسرافيل؟ جبريل. بس يقولون اسرافيل ماسك المزمار وينتظر الامر من الله. طبعا صاحب القرن القرن الملائكة اللي حملت العرش أربعة، واجب على كل مسلم حفظهم. جبريل وإسرافيل وبيكائيل وعزرائيل. هذا